35 صحافيا من جنسيات مختلفة محاصرون في فندق ريكسوس بطرابلس منذ 3 أيام. الفندق لا يزال تحت سيطرة كتائب القذافي رغم أنه يقع بالقرب من مجمع باب العزيزية الذي سقط البارحة في قبضة الثوار. هؤلاء الصحفيون يعيشون أوضاعا صعبة حيث تتواصل المعارك العنيفة حول الفندق بين الثوار والكتائب، ما جعلهم يرتدون ستراتهم الواقية من الرصاص خوفا على حياتهم، كما يفتقدون إلى الأكل. أما انقطاع التيار الكهربائي فقد ضعف من معاناتهم ليصبحوا مقطوعين عن العالم الخارجي. بعض الصحفيين وجهوا نداءات استغاثة عبر هواتفهم النقالة إلى وسائل الإعلام حيث اعتبروا أنفسهم رهائن داخل هذا الفندق.